كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا رأت دموع العاشقين تسيل. صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، صباح معطر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بحضراتكم النهاردة في حلقة جديدة واستثنائية وخاصة ومميزة من برنامجكم خير بلدنا. احنا النهاردة في خير بلدنا عاملينها حلقة مميزة احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بس خلوني في البداية قبل ما نبدأ مع حضراتكم الاحتفال نرحب بزميلتي الزميلة إيمان فضل. إيمان فضل، صباح الخير يا أميرة، وصباح الخير عليكي وعلى مشاهدينا الكرام. صباح الخير في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما انت صباح الخير عليكم. مش عارفه كملي يا أميرة. صباح الخير يا جماعة، احنا النهاردة معانا النهاردة فقرة مهمة جدا. الحلقة بتاعتنا زي ما عودناكم اننا كل حلقة بنتكلم عن الزراعة، اما انا النهاردة اليوم مختلف احتفالا بالرسول صلى الله عليه وسلم، حبينا ان احنا نقدم لكم حلقة فيها احتفال بالمولد النبوي الشريف. بعد الفاصل هيكون معانا المنشد والمبتهل احمد ربيع، والداعية الاسلامي وخطيب بوزارة الاوقاف الشيخ احمد علي ابراهيم. فاصل ونعود، ابقوا معنا. رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا بعد الفاصل، بنرحب بحضراتكم مره تانية. وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا ان حلقتنا خير بلدنا النهارده مش هتكون عن الزراعه، حلقه استثنائيه ومميزه للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي اطار الحلقه هنحتفل معاكم بالمولد النبوي الشريف مع ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا في الاستديو، الاستاذ احمد ربيع اسماعيل منشد ديني ومبتهل ابتهالات اسلاميه، ومع الشيخ علي احمد ابراهيم داعيه اسلامي وخطيب بوزاره الاوقاف. بنرحب بحضراتكم، منورينا النهارده في خير بلدنا. في البدايه كده استاذ احمد، انا حابب ابدا مع حضرتك بابتهال ديني نفتتح بيه حلقتنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل عليه كان بخيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله ما أسبى العقول وأفتنى إلا جمال محمد لم مدنا. قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسانا. شبهته بالبدر قال ظلمتني، يا عاصفي بالبدر ظلما بينا. خطر الحبيب دهشت من لفتاته. يا مرحبا بالمصطفى وصفاته. خطر الحبيب دهشت من لفتاته. يا مرحبا بالمصطفى وصفاته. غفا
فال الحسود ففزت منه بنظرة غفل الحسود ففزت منه بنظرة غفل الحسود ففزت منه بنظرة يا ليته يا ليته يتأنى في غفلاتي. النبي صلوا عليه صلى ربي وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ احمد. يعني طبعا اليوم ذكرى جميله للمولد النبوي الشريف وللرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرى اننا نحيي فيه السنن المهجوره لدى ناس كتير، وايضا نعرف الناس باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واهم صفاته الكريمه اللي المفروض احنا بنقتدي بيها، وده اللي هنعرفه مع الشيخ علي. عايزينك يا شيخ علي حضرتك تبدا معانا كده في ذكرى المولد النبوي الشريف عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع الصحابه الاجلاء، يعني نبدا نعرف الناس اخلاق الرسول وازاي يقتدوا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء عظيمة، زكاه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في أكثر من موضع، فزكاه في صدره وزكاه في عقله وزكاه في قلبه، زكاه في كل شيء، حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل أي نبي إلا وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فضلت على الأنبياء بست. يعني الست خصال دول ربنا سبحانه وتعالى فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مكان عظيمة، فإن دل ذلك فإنما يدل على مكانة النبي وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وإحياء النبي صلى الله عليه وسلم في سننه وفي حياته العملية التي كان يحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن الله عز وجل لم يرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هباء منصورة، لا، ولكن الله عز وجل أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل لنا ذكرى عظيمة في ذلك اليوم الذي يحتفل به، لا أقول المصريين فقط بل العالم أجمع يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ولكن لا بد علينا أن نلفت أنظار الجميع السادة المشاهدين الذين يسمعون الآن إلى أمر مهم، هو كيف نحتفل أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان أقول أن أنا أحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم نعرف أولا من هو النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو نظرنا للقرآن العظيم نجد أن رب العزة سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينادي أي نبي فكان يناديه باسمه مجردا، يعني كان يقول له: يا آدم اسكن أنت وزوجك، يا موسى، يا إبراهيم، يا عيسى. إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم لم ينادي الله عز وجل عليه باسمه، بل إذا عندما أراد الله عز وجل أن ينادي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى عليه بقوله: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، دليل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي سبحانه وتعالى. بل روي في الأثر أن آدم عليه السلام أول الخلق نظر في عرش الرحمن فوجد على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعجب الناس، آدم عليه السلام تعجب: يا رب أنا أول الخلق، ما فيش حد في الخليقة غيري، من هذا الرجل ومن هذا الشخص؟ يعني أنت كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، من هذا محمد؟ فقال الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم من أجل هذا خلقت أنت، يعني من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد خلقت أنت يا آدم. فدليل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أقول إن إحنا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فلا، لا نحتفل الاحتفال بالنبي العمر كله، الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وكل لحظة. عندما أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين،
فبلا تردد الصحابة الكرام هكذا كانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بلا تردد، لأنهم يعلمون قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الكلام مش كلام في الهواء. وعلى ذكر سيرة الصحابة الأجلاء، عايزين نعرف الصحابة كانوا بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف إزاي؟ يعني أكيد إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا بنحتفل به، الرسول فينا نعم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، ولكن هناك يوم مميز اللي هو المولد النبوي الشريف 12 ربيع الآخر. أكيد الصحابية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليهم عادات معينة أو حاجات معينة بيحتفلوها وبيعملوها عبادات في اليوم ده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هذا يوم ولدت فيه، يعني انت ليه صايم يا رسول الله النهارده؟ او احنا هنصوم ليه يا رسول الله؟ ده احتفاله ان انا بكسر بصوم من النوافل، خاصة في ذلك اليوم الثاني عشر ليه يا رسول الله؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه، يبقى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم بعثت فيه صلى الله عليه وسلم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ايضا في ذلك التوقيت، يعني في ذلك اليوم فعلا. طب كلمة حضرتك دلوقتي يا شيخ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم توفي في نفس اليوم اللي هو اتولد فيه، في نفس اليوم 12 نفس التاريخ. في ناس بيقولوا اللي انا ما ينفعش احتفل بمولد الرسول يوم 12 ربيع لان هو نفس اليوم اللي توفى فيه، فحضرتك ممكن ترد على الناس دي؟ حضرتك دلوقتي سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة الأجلاء منهم بلال بن رباح الحبشي، ده كان عبد حبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا أبو بكر الصديق وضع القاعدة التي تبين لجميع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يخلد على الأرض صلى الله عليه وسلم. فظهر للناس فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى أراد سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر قال للناس إن سيدنا رسول الله ما ماتش، سيدنا أبو بكر طلع عشان يوري الناس الحقيقة التي غافل عنها الكثير والكثير، فقال لهم: لا، رسول الله مات، ودي حقيقة لابد على الناس أن نعلمها جميعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بيننا، إنه حي بيننا. فإذا مات جسديا الجسد وقع على الأرض ليدفن في الأرض التي منها خلق، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فوضع رب العزة للنبي صلى الله عليه وسلم القاعدة، أنت يا رسول الله هتموت زي أي حد ما يموت، دي قاعدة على جميع الأنبياء والرسل، مش أنت هتخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون، فدي قاعدة للناس كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يذوق كما ذاق الجميع. فاحتفالنا النهاردة بنقولش عشان النبي مات، النبي ما ماتش، لا، أنا بقول لحضرتك بعض الآراء، يعني بعض الآراء اللي بيطلعوا مثلا يعني الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. أغلب الناس عروسة المولد، حلاوة المولد، الكلام ده كله، فبيجوا ناس تانية تتكلم: طب ما أنتوا بتحتفلوا في يوم مولده اللي هو أصلا يوم وفاته، فأنتوا بتحتفلوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض الآراء اللي أنا حبيت اللي أنا أطرحها على حضرتك. ما حضرتك الآراء دي في آراء منها ضعيفة. تمام. هو النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولد وبعث وتوفي في ذلك التاريخ، ولكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مملوءة بالحب والإيثار. الصحابة الكرام حتى الصحابيات، مش الصحابة بس، يعني مش ما كانش الحب ده ما كانش مقصور على الرجال بس، لا، ده كان مقصور، كان على حتى على النساء والصبيان، أمته على الأمة كلها. لو نظرنا إلى علي بن أبي طالب كان صبي صغير، ومع ذلك أراد أن يضحي بنفسه ونام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنه سيموت، يعني يعلم أن اليهود والمشركين عندما يدخلون عليه يعلمون أنه رسول الله فينقضوا عليه فيقتلون ضربة رجل واحد، ومع ذلك دخل وضحى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ضحى من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ ده حب عظيم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه بدون تردد. فسيدنا عمر قال له: والله يا رسول الله إنه يحبك أكثر من مالي وولدي
والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. فلما نقول، عندما نقول للناس إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، لو نظرنا إلى حال الأمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أن كان في شركيات، هنجد أن كان في أصنام، هنجد أن في حجارة، هنجد أن في عبادات من دون الله سبحانه وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أرسله رحمة، وكان المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو النبي الوحيد اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى عشان يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن أنا النبي لا بعدي نبي، ما فيش حد جاي بعدي. تمام. وهكذا كانت حياة الصحابة الكرام مملوءة بالحب. السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها ضحت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم برضو، شقت نطاقها، الثياب اللي كانت بترتديه وكانت بتستر بها نفسها، شقته نصفين، نصف وضعته فسطرت بها نفسها، ونصف كانت تضع فيه الطعام وتذهب الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. ده كان حب. ان النهارده بنقول ايه؟ لازم تحب النبي. انا بحب النبي. نعمل ايه؟ تحيي بينك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بهم ايضا فالاجر مضاعف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله واصحابه اجمعين. نيجي الاستاذ احمد ويسمعنا حاجه كده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نسمع مشهود المولانا فضيله الشيخ سلام مرسي: يا نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبينا يا محمد، قلبي من ذكرك بيسعى، يا حبيبي يا محمد، قلبي من ذكرك بيسعى، واعترف والقلب يشهد انك انت رسول امين. يا نبينا يا محمد، قلبي من ذكرك بيسعى، واعترف والقلب يشهد إنك أنت رسول أمين. جئت بالخير والسلام والمحبة والوئام، جئت بالخير والسلام والمحبة والوئام، كنت قدوة للأنام يا نبي العالمين. يا نبينا يا محمد، قلبي من ذكرك بيسعى، واعترف والقلب يشهد انك انت رسول امين. يا رسول الانسانيه ربنا بعتك هديه، يا رسول الانسانيه ربنا بعتك هدية، يا رسول الإنسانية ربنا بعتك هدية، بالرسالة الإسلامية والآيات البينات، بالرسالة الإسلامية والآيات البينات، جئت بالذكر الحكيم يا ابو قلب عطوف رحيم، جئت بالذكر الحكيم يا ابو قلب عطوف رحيم، انت على خلق عظيم، انت كلك معجزات، انت على خلق عظيم، انت كلك معجزات، يوم ظهورك في البداية نورت شمس الهداية، يوم ظهورك في البداية بلوت يا أحمد منايا، يوم ظهورك في البداية نورت شمس الهداية، يوم ظهورك في البداية نورت شمس الهداية، يوم ظهورك في البداية نورت شمس الهداية، ربنا يقبل دعاي وانوي وزور بيت الحرام.
الصام يا نبينا يا محمد، قلبي من ذكرك بيسعد يا حبيبي يا محمد، قلبي من ذكرك بيسعد واعترف والقلب يشهد انك انت رسول امين صلى الله وسلم على سيدنا محمد. طبعا يعني حاجه فوق الوصف، ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ احمد. فاصل وبعد الفاصل هنرجع نواصل حلقتنا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فاصل وراجعين، ابقوا معنا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل في استكمال حلقتنا احتفالا بالمولد النبوي الشريف. وخلينا نروح للشيخ علي، وحابين بقى فضيلة الشيخ نعرف من حضرتك السنن المهجورة للرسول صلى الله عليه وسلم اللي الناس هجراها، وفايدتها قد ايه، وايه السنن اللي احنا ممكن نقتدي بيها ونستفاد بيها في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنن المهجورة فضل عظيم او سنة عظيمة هي سنة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة دي في كتير من الناس بيستهينوا بأن هي سنة عادية وسهلة، هي سنة سهلة بس لها مكانة عظيمة وفضل عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. فطالما الصلاة مستمرة من رب العزة سبحانه وتعالى، مش النهاردة بس ولا امبارح بس ولا بكرة بس، لا ده إلى قيام الساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما. وزي ما قلت حضرتك في بداية الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يبقى إذا الأجر مضاعف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى علي صلاة رد الله عز وجل علي روحي لكي أرد عليه السلام أي شخص. فالصحابة بيستغربوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ يعني ازاي ترد على الراجل او الشخص اللي يلقي عليك السلام؟ بنلقى النهارده الحجاج الوافدين من كل مكان ياتون الى قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقولون: السلام عليك يا رسول الله. كيف يرد الله عز وجل عليك روحك هكذا يا رسول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الحقيقه بقى اللي احنا اصلا بيناها من بدايه الامر، وقلت لحضرتك عليها في بدايه الحلقه: ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء. يبقى إذن لا تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دي الحقيقة الواضحة، قال له إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. يعني معنى ذلك إن رب العزة سبحانه وتعالى لما يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرد على الأستاذ أحمد أو الأستاذ أميرة، بيرد روحها عشان يرد عليه روح عشان يرد عليه السلام، ده فضل عظيم ومكان عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام لما يدخل صحابي: سلام عليك، اجلس، وعليكم، اجلس، السلام عليكم، وعليكم السلام، وهكذا. كل واحد كان بيدخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزة معينة: السلام عليكم ويسكت. واحد يقول: السلام عليكم ورحمة الله ويسكت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسكت. فكل واحد كان بيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ايه؟ دليل على ان السنة دي سنة عظيمة. انا ما بقولش لحضرتك يعني اجعل يومك كله صلاه على سيدنا رسول الله، واجمل شيء انك تجعل يومك كله صلاه على سيدنا رسول الله. واهم حاجه برضو النوايا يا مولانا. نعم نعم، انما الاعمال بالنيات. يعني في ناس واخده العبادات عاده مش عباده. لا لا لا, لا, لا. يعني بعض الناس يعني الا من رحم ربي طبعا، وفي ناس لا، يعني احنا مش مش هنمشي حد، مش هنقول حاجه على حد، بس انا بتكلم اللي في ناس واخدها عاده. الفكره برضو اللي احنا عايزين نحس الناس على نقطه النوايا. مش بنتكلم على اللي هي دي الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباده يتقرب بها العبد الى الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني النهارده لما اكثر من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، فاذا اردت ان يفرج الله همك فاكثر بالصلاه على محمد، اذا اردت ان يشفيك الله من مرضك فاكثر من الصلاه على محمد. فاذا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عباده لله. الصحابي الكريم الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله اصلي، انا بصلي نافله، يعني بأكثر من الصلاة النافلة، ودي برضو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة النوافل. يا رسول الله أني أكثر من الصلاة النوافل، فأجعل من صلاتك أو من صلاتي لك ربعها يا رسول الله. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: خيرا، وإن زدت فخير. يعني ده أمر طيب، ولو زدت يبقى أمر أطيب وأحسن. فقال له: يا رسول الله أجعل نصفها لك،
يعني انا اكسب من الصلاه والسلام عليك في نصف الصلاه، هاخد نص صلاتي كلها ليك. قال له خيرا وان زدت فخيرا. فقال له اجعل كلها صلاتي لك، يعني انا هصلي هخلي صلاتي كلها لك يا رسول الله، اكثر من الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. فماذا قال له رسولنا صلى الله عليه وسلم الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فقال إذن تكفيك همك ويفرج الله عنك كربك. يبقى إذن في قضية يعني الناس جهلها النهاردة، النهاردة المريض بيتعلق بالأطباء وده أمر مطلوب، وما جربش يتعلق بربنا الأول، ما جربش أنه يكسر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأول. الراجل اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سقاه شربة ماء كان مريض، فقال اشرب، قال من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أمر جميل. الطفلة الصغيرة الصغيرة اللي كانت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، شافت النبي إزاي؟ وصلت للدرجة دي إزاي أصلا؟ طفلة صغيرة المسلمين بيسألوها، الدعاء الأكارم الأجلاء العلماء. قصة الطفلة بس عشان ممكن بعض المشاهدين مش عارفينها. آه. بعد إذن الطفلة حاجة. دي طفلة صغيرة من محافظة من جمهورية مصر العربية. كانت بترى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فجالها داعي اسلامي استغرب، بيقول لها يا بني كيف ترين رسول الله؟ ايه اللي وصلك ان ترى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له لا افعل اي شيء الا انني اكثر من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مره. صعبه؟ ما بقولكش 10000 ولا 100000 ولا صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة. قسميها كده على الأوقات الخمسة، لو كل وقت ياخد منك 200 مرة هتيجي بآخر النهار أو في آخر اليوم فزتي بالدرجات العظيمة والمكانة، هتجلسي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن كل مرة هتقولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، النبي هيقول لك ويرد عليك انت معلش محترم على حضرتك عايزه ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليك. انت كراجل مشاهد او واحده مشاهده عايزه ايه، ان يخلي ربنا سبحانه وتعالى يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يجي لك ويرد عليك السلام ويعيش معاكي ويحيي فيكي امل عظيم ويحيي فيكي سنه مهجوره. امراه عجوز، بلاش طفله صغيره بقى عشان نقول ان الطفله الصغيره دي ما يعني ما وصلتش للي احنا وصلنا له النهارده. امراه عجوز جاءت لداعية إسلامي معروف، المشاهدين لو يسمحوا لنا أذكره، الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، امرأة عجوز. فقالت له يا محمد إني امرأة مريضة وعايزة تشوف الشيخ محمد حسان. فالناس قالوا له ده الشيخ محمد حسان لازم هي اللي تيجي. فقالوا له لا ده امرأة مريضة. فبيقول أنا رحت لها، فبتقول له أنا مريضة أنا ما شفتوش، من هو يا حاجة اللي ما شفتهوش؟ قالت له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لها يعني ايه؟ انت كنت بتشوف النبي كل يوم؟ قالت له والله لم يمر علي يوم الا وياتي الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس معي ويحدثني. اللهم صل وسلم صلى الله على سيدنا محمد. فدي سنه من ضمن السنن المهجوره، مش سنه صعبه ولا حاجه. النهارده انا وانا ماشي في الطريق راكب السياره في العمل اصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كنت في قرب اصلي اكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل حاجه النهارده متعلقه بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي واحده من ضمن الوحيد. احنا مش هينفع ان احنا نتكلم عن المولد النبوي الشريف وما نجيبش سيره حلاوه المولد والاحتفال المجتمع المصري بالمولد النبوي بحلاوه المولد والعرايس والحاجات الاحتفالات مظاهر الاحتفال اللي احنا شايفينها. رد حضرتك السؤال المعتاد كل سنه اللي الناس محتاره، الحلاوه في المولد حلال ولا حرام؟ مع ان هو حلوى اكل عادي ما فيهوش اي مشاكل خالص. هو اعتاد الشعب المصري على انه يجي في الموسم ده ويكسر من الحلوى، وبعد الموسم بينتهي ما بتلاقيهاش. ففي ناس بتشتاق لاكل الحلوى في ذلك التوقيت، فمش ليس عيبا ولا حرام على احد ان ياكل وان يجعل هذه مش عاده سيئه ولا حاجه، هي عاده طيبه يتقرب بها الانسان. بس في فرق بين ان انا اجيبها عشان دي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بس عايزين نفهم الناس نقطه، يعني ايه انا اشتري حلاوه اقول دي بتاعت النبي؟ مش فاهمه قصد حضرتك. يعني اقول لحضرتك حاجه، انا اجيب الحلاوه عشان اكلها عشان هي حلاوه اكلها، مش عشان هي حلاوه مولد النبي. حلاوه مولد النبي ان انا انفذ واطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، دي الحلاوه اللي انا افوز بيها.
يعني انا جايباها عشان اكلها مش جايباها احتفال. اه مش عشان انا احطها في البيت واتفرج عليها. اه عشان ان انا النهارده اعيش واحط العروسه كده في البيت او الحصان في البيت وارض حصان المولد او عروس المولد او العريس جاب له عروسته عروس المولد والعروسه تحطها في البيت، ده من عريسي، ده من مش عارف من مين، ده من لا الوضع اللي الناس بتعتاد بيه الظروف السيئه دي لا ما ينفعش. ان انا احطها في البيت كالصنم، ده بقى هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. لا تطروني كما اطرت اليهود والنصارى. طب ورأي حضرتك ايه في الناس اللي بتقول لا طب احنا الحلاوه هناكلها بس بعد المولد، يعني هم بيحاولوا يبعدوا بالموضوع شويه. مفيش مشكله يبعد براحته، انما كتعامل مع حلاوه المولد او الاحتفال اللي احنا شايفينه ده طالما مش بنيه اللي هم يجيبوا حاجه ايوه اهم حاجه زي ما انت حضرتك قلت في بدايه الحلقه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. انا نيتي النهارده ايه؟ هو ده بقى التركيب، التركيب الفعلي على الناس، ان انا بركب حاجه على طريقتي انا مش على طريقه الناس، لا عايز ان نركب الحاجه اللي جايه دي على طريقه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه لازم نعرف الناس الصح والغطا. الناس الصح، الصح من الناس ان انا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بكثره الصيام، بكثره الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، بكثره النوافل، بكثره قراءه القران الكريم. لان بالنسبه لقراءه القران الكريم برضه في احتفال للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابي بيقرا صوته جميل قوي كده زي فضيله الشيخ احمد بارك الله في عمره، فبيقول ايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لقد اوتيت مزمار من مزامير ال داود. فبيقول له والله يا رسول الله لو اعلم انك تسمعني، لو انا اعرف ان انت بتسمعني وفي القرية دي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينا. فاذا في الصوت الجميل ده موهبه من ربنا سبحانه وتعالى. ده كان صحابي عرف ان النبي بيسمعه قال له لزينته لحبرته لك تحبيرا. فالنبي قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها. مش بواحده قصاد واحده، لا ده شوف بقى كرم ربنا عشان كرم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الانبياء السابقين العباده بتاعتهم كانت بتنتهي مع النبي، بموت النبي. النبي مات خلاص كل حاجه بتخلص بالنسبه ليهم، الا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا ارسله قال له وما ارسلناك الا كافه للناس، مش لشبه الجزيره بس او مش لقبيله قريش بس، لا ده لكل الناس. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعله او جعل رسالته للامه، كنتم خير امه اخرجت للناس. فزنا بالكلام ده ليه؟ عشان احنا امه النبي صلى الله عليه وسلم، امه مرحومه. ولو نظرنا اي برضه الى قضيه الانبياء السابقين هنجد ان ربنا سبحانه وتعالى كان عندما يرسل العذاب على اقوام النبي او قوم النبي المرسل عشان كانوا بيعصوا امره كان بيضموا الانظار يوم او اثنين او ثلاثه، وبعد كده ينزل العذاب يحل العذاب من ربنا سبحانه وتعالى. الا امه النبي صلى الله عليه وسلم عشان هي امه مرحومه وامه بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها باب التوبه مفتوح حتى تبلغ الروح الحلقوم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، اي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا الاستاذ احمد نسمع حاجه. صلى الله عليه وسلم محمد. صلى الله عليه وسلم. نسمع اتفضل. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله. محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. محمد رحمة الرحمن،
الإيمان نفحة محمد محمد كم حلا في اللفظ معناه صلى الله عليه وسلم. خلينا في البداية عايزة بس قبل ما نختم مع أستاذ أحمد ومع فضيلة الشيخ أسأل حضرتك حاجة توجهها للشباب المسلمين وللأمة الإسلامية، إزاي إحنا نحيي فينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول موجود فينا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير فيا وفي أمتي إلى يوم الدين. إحنا عايزين نبقى ماشيين بسماحة الإسلام وأخلاق الإسلام، يعني عايزين الناس تشوف الإسلام بتاعنا في معاملتنا ليه. فكلمة حضرتك توجهها للشباب في نهاية حلقتنا وبعدين نختم مع أستاذ أحمد، اتفضل. بالنسبة للشباب المسلم النهاردة لازم يلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعيش الحياة الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بيها. عايزين نكون زي علي بن أبي طالب، مش بقول له افدي نفسك وروح نفسك ارمي نفسك للهلاك، لا، يعني ايه، انا عايزك تكون زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يعني ضحي بنفسك بمالك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يحيا أو أن تحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جديد بيننا. لأن احنا لما نحيي بيننا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنن المهجورة زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة، نحيي السنن المهجورة دي، يبقى إذا أنا النهاردة بقول أنا بحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. فالنهاردة واجب على الشباب المسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من جديد، ويعلم علم اليقين أن الشباب ده مرحلة مؤقتة هيعيشها كل شاب، ويمر وتمر على كل إنسان على وجه الأرض، مش المسلم بس، لا، ده مسلم وفاجر وكافر وكل إنسان على وجه الأرض بيعيش الحياة دي فترة مؤقتة. وبعد كده بعد الشباب يكبر سن الشيخوخة ضعف، لأن ربنا قال كده: خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يبقى دي مراحل الإنسان. اللي الشاب النهاردة ما بيغترش بشبابه يقول ده أنا شاب ولسه العمر قدامي طويل، لا، ممكن الإنسان النهاردة شاب يموت قبل ما عمره، ما نقولش قبل ما عمره يخلص، ده عمره خلص. لا، الإنسان النهاردة بد أن ينظر شباب مسلم يتقرب لله سبحانه وتعالى بالطاعة، بحب للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بحبه للصحابة الكرام، بحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأجلاء الناس اللي هم عصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأحيوا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نكون زيهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده كانت حلقتنا النهارده زي ما قلنا لحضراتكم، حلقه استثنائيه احتفالا بالمولد النبوي الشريف. ان شاء الله هنكون معاكم من اول الخميس، ان شاء الله هنكون معاكم الخميس القادم الساعه 9 صباحا، برنامج خير بلدنا، برنامج زراعي زي ما انتم عارفين. وبكرر تاني النهارده كانت حلقه استثنائيه احتفالا بالمولد النبوي الشريف. بشكر فضيله الشيخ علي، بشكر حضرتك يا فندم على ضيافتك، وجودك معانا النهارده نورتنا. بشكر الاستاذ احمد ربيع نورتنا النهارده، وهنسيب بقى الختام مع حضرتك كده في ابتهال في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوالي صحابه كلهم لكن بكى، سالوه عن الدمع اللي نازل سببه ايه. حواليه صحابه كلهم لكن بكى، سألوها عن الدمع اللي نازل سببه ايه، قال انه مشتاق للحبايب اللي من غير ما يشوفوه آمنوا بيه آمنوا بيه. يا كل أحباب النبي آدي النبي مشتاق لكم قلتوا إيه، يا كل أحباب النبي آدي النبي مشتاق لكم قلتوا إيه، قلتوا إيه، قلتوا إيه. ألف صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وبكده نكون وصلنا لنهاية
كنتم مع أميرة شاهين، وطبعا بنعتذر بالنيابة عن زميلتي إيمان فاضل نظرا اللي هي اعتذرت عن تقديم الحلقة النهاردة لظروف خارجة عن إرادتها. انتظرونا الخميس القادم الساعة 9 صباحا في خير بلدنا. دمتم بكل خير.